أبا جلال على السلامة أبا جلال الله يسلمك سيدي السلام عليكم السلامة سيدي خطنا بركة أهل الأهل أهل الأهل السلامة سيدي شكرك سيدي كي داير الحاج كي داير نتا الله يسهل امرك وحنا كنعدي معاك اللهم لك الحمد لاله فاطمه ودعي معايا ودين اللهم لك البارح ولا والله غير ساعه ولا غير تمشي نقضي بشي غلط مع مولاي الدروس الله يسهل امرك الحاج ونعم على سلامتك لا اله الا الله والله الا الله هذه ساعه مباركه مسعوده انا وصلت قد ما تمشي غير فين غير ساعه جلسه سيدي مرحبا كي داير الحاج مع الوقت رمضان كريم هادي ناوي عليك الصحه والعافيه كلشي في امل لاباس الحمد لله نشكر ربي وليداتك لاباس اللهم لك كدوز سي سيدي رمضان الحمد لله ونشكر الحاج اللهم لك الحمد اللهم لك يسلمك اخويا كاع اللي تيبقى صحيح طوضو وبصرو هذاك هو فضل الله الحمد لله رزقنا يرزقكم فيه الصحه والعافيه والقناعه هي ايوا شهر رمضان كل تماره كيدير مع العمل شهر رمضان كله خير كله ربح كله الحمد لله كله كيما قال الله يا ربي قدام الله يرحمه عليه قال له مرحبا بك شهر خير الله سيدنا رمضان فضيلو سيرة غمرة الخواني الله مرحبا بك شهر الخير هذا هو شهر الخير الله سبحان الله والتراحم الله اكبر الله هذا هو الشهر المبارك سعيد عبد الله ايوا علاش الله سبحانه وتيقول لك 11 شهر كلها للعباد الا شهر رمضان فهو لي ويجازي فيه ويدير فيه كل حاجه والله يجعلنا من السعادة من الطائعين السعادة مع الله في هذا الشهر المبارك ربي تقبل صلاتنا وصيامنا واعمالنا الحمد لله الحمد لله على سلامتك اخويا الجليل الله يسلمك اخويا شنو تشرب اخويا نشوف غير وجهكم لا مرحبا غير وجهكم الله يخلف عليك الله يكثر خيرك الله يسهل امرك الحاج وبصيرتك سيدي الله مولانا الله يا الله مولانا مولاي الله مولانا نخدم سيدي رسول الله نبدا باسم الغاني يا سيدنا يا سيدنا بدا قصيدتي محفوفة بشعار بدي بسات العياني يا سيدنا يا سيدنا نصلح عليه الحبيب القهار صلي وعلى الحدناني يا سيدنا يا سيدنا عريس القيامة صادق الأنوار صلوا على الحدناني يا سيدنا يا سيدنا عريس القيامة شرق الأنوار عاشقين سيد الوجود طهر زكي العدناني طهر زكي العدناني يا حبيب سيدنا محمد شاف على العرب والعرباني شاف على العرب والعرباني طل الحي المعبود طيب العطار وعطاني ليه للعطار وعطاني امتى نشاد بعياني يا سيدنا يا سيدنا مدينة المفضل شرق الانوار تسطع بنورها الساني يا سيدنا يا سيدنا وفاق نورها شمس الضي والقمر عليها سر رباني يا سيدنا يا سيدنا سلب جمالها جميع النظار حاشا يخيب تكلاني يا سيدنا يا سيدنا والله الكريم جود عليا بمزار صلوا على العدناني يا سيدنا يا سيدنا عريس القيامة شرق الأنوار صلوا على العدناني عريس القيامة شرق الأنوار عبد الكريم يا ابن قاسم صاحب اللواء والخاتم صاحب اللواء والخاتم صلى عليك وسلم طه شريف الاسم طه شريف الاسم يا من الجليل اسمك عظم وعطاك كل خير الدايم عطاك كل خير الدايم يا من عطاه الغاني يا
يا سيدنا يا سيدنا السر والستر عنك ما يحصر جمع جميع الكوانين يا سيدنا يا سيدنا على السلام فجميع الأقطار على الفقير والغاني يا سيدنا يا سيدنا كداك النساء ودراري صغار شيابو شكواني يا سيدنا يا سيدنا وجميع ما خلق الجليل الصدار صلوا على الأدناني يا سيدنا يا سيدنا عريس القيامة شاصلق النوار صلوا على الأدناني يا سيدنا يا سيدنا عريس القيامة شارق النوار بيت مقيا محبوبي نتوسل عالم الصراط توسل العالم الصراط يسر الغني محبوبي يفاجي جميع الأقدار يفاجي جميع الأقدار مدينة الحبيب القاربين شاهدها بجميع الأسرار شاهدها بجميع الأسرار ونقولكم في علواني جينا لفضي فاس مدح المختار هبدي وسلامي مي عالشرف الشرف الحبار رحمة لي وعشراني وجميع من دمدح لحبيب السلطان صلوا على العدناني عريس القيامة شارق النوار صلوا على العدناني عريس القيامة شارق النوار صلوا على العدناني عريس القيامة شارق النوار هذا سيدي سعيد هذا قصيدة هذه اللهم صل على الحبيب كنت كنصغي في الدار سبحان الله جليل وبان لي الوحي وبغيت نصوبها صوبتها خرجت لي في قياس الفرانه نضمتها عاشق النبي صلى الله عليه وسلم في قياس عاشق النبي راه كتخدم في قياس الفرانه داك الطبع كله عاشق النبي صلوا على احمد طه زين زين وقياس الشوق شوش الخطر والقلب الغراب حليب على النار وفي قياس قاصد حرم عيسى هوا مكسوب عبدهم خديم قناوي هادشي كله أخوة سعد الله يطول عمرك خدينا من عند واحد الناس نهضر على أول الحفظ ديالي أنا كنت غيهاوي سبحان الله كنشوف عيسى هوا كنمشي نتفرج فيهم نسمع الدكارة مشي نجلسهم الحكيم الله يجعل سيدي ربي شافي كان صديق ديالي صديق الطفولة وكان حفاظ وكان مشي كان عاشر وتعطيني اليوم قصيدة بعد التقصيدة حفظت الكلام وانا ما كنمشيش لعيسى هو واحد النهار عند واحد دريري عرس في مكناس مشيت عاودو بالله مقلت انا عبد العالي قامة عمر التازي الدراري المهم غير ابتدائيين كنا غادي نمشي ندوزو ديك الحفيلة على قد الحال شويه مشينا لمكناس لقينا طايفه كبيره من المدينه طالعه وكنعرف حتى واحد فيهم كيفاش واش انا يلا ابتدائي وغادي نقص مع هاد الناس هادو بحال طيحت من قيمتي ما كنمشيش لعيسى هو بدينا تنقولوا عطى الله السر عطى الله القبول مع دوك الناس داز واحد السيمانه تموجي عندي دوك الناس جلس انا والمعلم ديالي قال لا المعلم الا شربتينا تمشي تخدم معنا واحد الويله انت وعبد العالي القامه قلت له الله ودي انا ما كنمشيش لعيسى وما تنعرفش عيسى قال لي لا والو دار فيا عبد العالي اللي قام الله يرحمه في هذه الليله المباركه مسعوده جابت له الرحمه هو وجميع ام سيدنا معلم عبد العالي هو الاخ ديال الحاج ديال سي محمد اللي قام معلم ديال الطائفه العيساويه التركيه هو هذا المشور السعيد الله يرحمه ويجلى عليه الرحمات قال لي والو تمشي معنا با جلو لهاد الخديمه مشينا معهم عطى الله القبول كنقول القصيده ما كنعرفش نضرب حتى التعريجه فين كنتعلم ضرب التعريجه في الصندوق ديال لقيت الشمع القديم ديال السبع تما تعلمت التعريجه وكان حكي دنبي بقيت غادي هكاك قبطني المعلم اللي كان يعلم المعلم اللي كان يعلمني باش اللون غني على التعريف هاد السيد شنو غادي نقولوا
ملك الكلاسيك ديال تحيساوي. غادي نزيدوه على المقدمين، غنزيدوه على البشير، غنزيدوه على المقدمين اللي كانوا هنا فاش جديد، كانوا هنا فاش جديد، اللي راه الحاج تحدد دابا وقال لك نسيتو ما جبدتوش، وانت هذا واحد منه، وانت المقدم البراز غادي تقول لينا انت المقدمين اللي ما قالناش والمعلمين، ولا تفكر شي معنيه ولا شي حاجه حكينا عليه الله يطول. المعلم الجلالي كان من الاهرام ديال تعيساويت. وشكون هو المعلم ديالو؟ هو سيدي عبد القادر الله يرحمه ويجلى عليه الرحمات. هاد سيدي عبد القادر فين كان؟ هاد سيدي عبد القادر كان بدريبة فيلالة هنا فاش جديد، هنا فاش جديد. نعم. وكان ولي من اولياء الله والصلاه والعباده. هذا هو السيد الله يرحمه اللي كان تيمشي لعيساوة، وحتى التنفيحه ما كانش تيشريها من فلوس عيساوة سيدي السعيد. نعم. ياه كاينه. جلابه الا بغاها، الا ما جاش بحال دابا عدنان ولا جيت انت سيدي السعيد ولا انا ما يشريهاش. تيجمع ديك البركه ديال تعيساويت كامله من العام للعام، وتديها للشيخ، القبه ديال الشيخ الكامل تيحطها. تيقولوا له شنو هذا سي عبد القادر؟ تيقول له ما دي غير امانه وانا غير خدام. الامانه نتاع مواليها خصني نعطيها لمواليها. ما عمرو طابا قلت لك كان تينفح ولا جليليبه ولا بليغه، تيجيو الناس المحبين اللي كيشريو له. علاش؟ انسان متقي الله، الصلاه والعباده، واروع صوت كان في المدح. وتلمد عليه المعلم ديالي، المعلم ديالي شكون اللي تلمد عليه عاوتاني؟ تلمدت عليه انا، وتلمد عليه عبد العزيز الحكيم، لان تعيساويت اش غادي نقول لك، واحد جنان. وداك الجنان الا ما كانش مغروس بجميع انواع الورد، واش غادي يعطي معطر؟ ما يعطيش شي معطيات، شي ديكور ولا شي زين ولا شنو. هو الفن ديال تعيساويت اخويا السعيد، هو شي تيكمل شي، هو شي تيكمل شي. والحلاوه في النطق الفيلالي. زمان كان عندنا احنا الفيلالي، اللي ما قالش الفيلالي ما قال حتى شي حاجه، لان الملحون جا من تفيلالت، جا من تفيلالت. الا كان تيقول واحد القصيده على تفيلالت دابا جبتيها، تيقول لك من لا شافها للصحراء زمان اشرى، عيساوة في الحضره تسمع لها هدير. يعني هذا النظم على من هضر، على المنبع منين خرجت تاع عيساويت. تعيساويت فين تولدت؟ تولدت في مكناس وتربت في فاس. نعم. يعني لا فرق ما بين عيساوة في فاس ولا مكناس ولا مكناس ولا في المغرب كامل، كل شيء عيساوة، كل عيساوة كاملين. غير فين تيتفاس في فاس ومكناس كاينين شباب تيتعطاو الحق ديال الملحون، تيتعطاو الحق ديال عيساوة، تيقلبوا على ديالهم حكم القرب ديالهم ديال الشيخ الكامل، حفاد الشيخ الكامل. كاينين في الدار البيضاء تبارك الله عاوتاني اصوات، كاينين في سلاس تبارك الله اصوات، كاينين في الرباط تبارك الله اصوات، في المغرب كل حافل بالاصوات، في اي في جميع في طنجه في تطوان، كل المغرب حافل بالاصوات. والشيوخ عاد غادي نمشيو للشيوخ، والشيوخ المعلم كاينين في جميع المدن المغرب باسرها. تلمت على شيخ في الملحون، وهذا السيد انت راك تعرفو وتيعرفوه، الشيخ ديالي واقيلا، الشيخ ديالي من مكناس، انا السامي الله يطولو في العمر، السامي كان صديق ديالي. نعم. انا تسلمت على 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 السيد محسن السامي الله يطولو، محسن السامي شيخ من الشياخ واستاذ وهرام، وهو المعلم ديال ادريس الزعروري، صديق ديالي، وتا هو تلمت على يديه مولاي ادريس، هو صديق ديالي وخدينا منه البركه. انا تلمت في البيت ديال الملحون ديال قصبة هدراش اللي كان فيها با عبيد الله يرحمه، با عبيد وبا مبارك. وانا شكون هو المعلم ديالي؟ هو با عبيد الله يرحمه، الملك برحمته الله. حضرت على با عبيد في الايام الاخيره، كنت كنمشي في مكناس مع من كنت نخدم مع تامي ود ماما غيثا، الله يطول له في العمر، الله يطول له في العمر، اللي نسخ مجموعه ديال القصائد، مجموعه القصائد، مجموعه ديال الناس بالقصائد في المغرب كامل، وعنده واحد الكنز لا يحصى، وعنده واحد الدور كبير على انه مشى جاب القصائد ونسخهم بيديه وعطاهم للشباب، وعطاهم للشباب، وعطانا مجموعه ديال المعلومات. الله يطول له في العمر ويجعل فيه البركه، في هذه الليله مباركه مسعوده، ندعيو معاه الله يطول له في العمر، نقدم تامي ود ماما غيثا.
الله يطوله في العمر امين امين ويجعل فيه البركه شيخ شيخ ويخلي له صحيحته رجل ونعم الرجال عمره بخل علينا عمره بخل علينا منه وعطانا القصائد وعطانا القياسات. انا بنفسي فاش مشيت للمكناس شكون اللي حصدني بتاعي سويت؟ نعم هو مقدم تامي تامي. كندخل للدار وناكل ونشرب ونحفظ ونمشي نخدم معاه. انا خدمت معاه تقريبا واحد 7 سنين ولا 8 سنين على طلاق. جيت لبلادي وانا جالس مع التهامي. كنت نسولك بوزلو. نعم سيد. علاش كيمتاز الصوت الفيلالي على باقي الاصوات؟ الصوت الفيلالي المعلم عنده واحد الرنه بعيده على الاندلسي. دابا الدراري دابا عندنا دابا بحال دابا غادي نقول لك واحد المثال غادي نديرو يا محمد بيك زنا وربحنا يا محمد بيك فازوا المحبين. صيغة الفلالية مؤتت يا محمد سيدي يا با 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 محمد علمتينا طريق سنام يا محمد دورتي بينا صور حصين صلي وعلى النبي أحمد جد الحسنين ومصلح الحبيب الشافعي. صيغة أخرى يا محمد الله يرحمك البحور بيك زنا وربحنا يا محمد بيك فازوا المحبين يا محمد علمتينا طريق سنام يا محمد دورتي بينا صور حسين صلي وعلى النبي أحمد شد الحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على الحبيب الشافعي. هذا مقام الفلالي. أنا كنقول الصيغة الفلالية طابع الفلالي عنده كيجلب الناس ليه تيقاس بحكم أنه كما تنقولوا ديال الزاوية وطريقة بلدية هي البلدية بصيغة مغربية صيغة مغربية أصيلة بلدية بحكم أن البليبار ديال الناس كاينين صحراوة هما اللي كانوا كيتعاطاو الذكر الذكر العيساوي العيساوي نعم تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة حنا ولادي صوت جميل الحمد لله ومازال البركة بك بجل الله يطولك في العمر حنا كنشهدوا لك أنك كنت من مازال ولكن من الأصوات اللي خلات البلاصة ديالها في الجديد ونعاود ثاني تنقول لهلاي قلتني تنشوف ما أحسن مني الله يطولك في العمر الحمد لله لأن خصنا هذا الحال ما يبقاش محصور غير عليا أنا ولا على عبقادر ولا على علال ولا على على السماوات كلها على الشباب أجمعين